الشريك الحقيقي في حياتنا هو الأخ اللي بيبقى السند والظهر لينا، واللي عشنا مع بعض سنين عمرنا وشاركنا بعض في كل الذكريات وكل المواقف. مين فينا مش بيمسك إيد إخواته ويقوم يرقص ويغني أول ما بيشتغل مهرجان إخواتي؟ في الحقيقة اكتشفنا إن الأخ والأخت ليهم معزة خاصة في قلوبنا وفي أغانينا. تعالوا مع بعض نشوف الناس هيقولوا لنا إيه في اليوم العالمي للأخ، وإيه الرسالة اللي يحبوا يقولوها في إخواتهم. يلا بينا. مش هقدر بس غير إخواتي. 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 اليوم العالمي للاخوات، قول لي كده لو هتوصف الاخ في كلمه هتكون كلمه ايه؟ يعني اوصف الاخ في كلمه يعني احسن حاجه طبعا جات لنا في الدنيا هو السند والظهر، وهو يعني اللي هيفضل قاعد لنا بعد امنا وابونا، وزاد له اخ كبير يعني لينا. ربنا يخليك ليا ويحرمني منك ابدا ويخلينا دايما لبعض. اخواتي كل حياتي، الاخ ده ما يتعوضش باي شكل من الاشكال. يعني اخويا سندي جدع. احنا سته، اقرب واحد ليا من السته الخمسه. اخر واحد؟ الخمسه كلهم. الخمسه كلهم قريبين؟ احنا كلنا سته في شخص واحد بس، حتى اولاد وبنات كلنا في شخص واحد. مفيش حد اعز يعني الانسان من الابن. انا بقسم لك بالله انا عندي اخواتي احب ليا من ولادي، انا عندي ثلاث بنات احب اخواتي اكتر من عندك كم اخ واخت؟ طيب عندي ثلاث بنات. طيب احكي لي على اخطر موقف عمرك ما تنساه حصل مع اي اخت منهم. اخطر اي اخت منهم موقف مؤذي يعني. حتى لو مؤذي. والله انا يعني مره كنت ماشي عادي مع اختي، ويعني حصل اللي حصل، مكنه خبطتها وبتاع، هو ده اللي فانا خدت لقيت تجربيه على المستشفيات وبتاع. ده اكتر موقف حسيت ان انت حسيت ان انت متاثر فيه قوي، واختي قدامي ازاي تتعب او ازاي يحصل لها كده؟ لازم كنت خايف، ده عمري ما انسى اليوم ده يعني. بعد وفاه والدتي اختي طبعا ربنا خليها ليا، طبعا دي مكان والدتي بالظبط، يعني حد حبيبي جدا وصاحبي قوي. هم عامه اخواتي البنات الاثنين يعني، ربنا يخليهم ليا وما يحرمني منهم ابدا يا رب. الموقف اللي انا ما انساهوش لاخويا اللي اصغر مني، اللي هو اللي انا كنت تعبان بقى من عينيه، كان بشوف في عينيه اللي انا هو اللي تعبان، هو اللي كل حاجه كنت بشوف بعينيه في عينيه، وانا بص في عينيه كانت انا اللي كانت هو اللي بيعمل العمليه. فمره سبت اخويا وطلعت وهو فضل يدور عليا وانا طلعت اصلا البيت. انت طلعت رحت بقى نسبته في الشارع؟ هو كان صغير؟ لا كان اخويا الكبير، قال تعالى معايا، فهو فضل يتاخر وانت طالع البيت، هو فضل ان انا اتخطفته، فضل بقى يدور عليا لغايه بقى ما نزل جابه. وقال لاخوك محمد دوت جات علينا فتره كان الدنيا مش مظبطه كويس. محمد ده اكبر مني يعني تقريبا بسنتين، هو اللي كان شالي الليله كلها الدنيا كلها، وكان بيساعد والدي، كان بيجيب لي انا ممكن يجيب لي انا لبس العيد وهدوم العيد وكده، وهو ما يجيبش لنفسه، كان يجيب لي اخواتي الصغيرين برك لبس وهو يحرم نفسه. ده هو محمد ربنا يخليه لنا. يا اخويا لما كان في الثانويه العامه وجاب مجموع مش حلو انا اصغر منه، اتاثرت جدا وكان الموضوع يعني مش احسن حاجه. اخر العنقود ده بيعمل مصايب كتير. ايه اكتر مصيبه عملتها وهم داروا فيها عليك؟ هربت المدرسة. قالوا ايه؟ هم قالوا لبابا وماما ولا لا؟ لا لا داروا عليا بصراحة. انا عملت مصايب قد كده. انا حسيت. قولي يعني كنت بكلم بنات كتير. اوكي هم كانوا بيقولوا لك ايه؟ كانوا بيداروا عليا بصراحة يعني. كنت نحدف حاجات من على كده اسمها ايه على الناس عارف ايه؟ وكان بيسرع عليا في الحاجات دي. انا مؤدب ما بعملش مصايب. يا سلام. انا طول عمري مؤدب و طيب كده. اي حد من اخواتك عمل مصيبه وانت لحقته فيها؟ كلهم طيبين برضه. احنا طيبين. اخويا كان بيسقط وهو صغير في الامتحانات اللي هي الشهور وكده، فكان بيخبي الشهاده، فانا بشوفها بروح اخبص عليه يعني. ولو هتوجه لهم رساله لثلاث بنات هتقول لهم ايه؟ يعني بحبكم جدا وربنا يخليك ربنا يخليك ليا يعني. بحبهم جدا جدا وربنا ما يحرمني منهم ابدا، وبجد كل اللي معايا اختي بجد بجد يعني يحطها جوه عينيه. الاخ ما يتعوضش، ما حد يعني الدنيا دي ما ينفعش الاخ يزعل من اخوه اكتر من ساعه. تاني من اكتر الاغاني اللي فيها عن الاخوات كده بتحبوا تسمعوها وتغنوها لبعض دايما؟ اخواتي برضه بتاعت شحتة كاريك برضه. دول اخواتي، دول اصحابي، دول اخواتي، دول في ظهري، دول عشره عمري. زي ما شفنا اراء الناس ايه، انتوا كمان قولوا لنا في الكومنتس تحبوا تقولوا ايه لاخواتكم في اليوم العالمي للاخ. اشوفكم في تقرير جديد وموضوع جديد مع ماهي مختار على صدى البلد.